غادي من المحل تحرق كامل من البروميير دوزيام تروازيام على يعني المتحف. نعم هذه المسجد هذه البلاصه ديال النساء وهذه ديال الرجال. وحنا كنستغربوا ورجال المطافي كيستغربوا قال لك بان العافيه ما وصلتش هنا ابدا. نعم النيران خارجه من الشرجم والمسجد ما فيهش العافيه سبحان الله العظيم الحمد لله. وبالنسبه يعني قلتي ربما المكتب نعم مشاو الشيكات مشاو الفلوس تما مشاو كلشي الوراق ديال الناس مشاو الفاكتورات ديال اصحاب الحوت البونات الشيكات بزاف ديال الناس اللي داروا معنا في لافان ديال الشهر شهر 9 ان شاء الله ندفعوهم وهما دابا كلشي مشى. وكاين الناس دابا اللي كاين على برا وكاين الناس اللي كاين ما بقاش نشوفوهم. المهم ضعنا كاين واحد ضايع اللي هو كبير بزاف كبير نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعوضنا. يعني شنو ربما اسمو كيبينك يعني بان المسجد المتحف سبحان الله العظيم راه رجال المطافي دخلوا هنا تصدموا. يعني فاش لقاو المسجد نعم البيروت تحرق باكمله كلشي تحرق باكمله من تحت التروازيام الا المسجد سبحان الله العظيم. والعافيه خارجه من الشرجم والمسجد ما شدات فيهش العافيه سبحان الله العظيم. كلشي الناس البارح تفاجئوا في هذا الخبر سبحان الله العظيم. كون عرفنا حنا هكا كون كبرنا هذا المسجد كامل يكون كامل هنا اقسم بالله العظيم سبحان الله العظيم. هنا بلاصه ديال النساء وبلاصه ديال الرجال سبحان الله العظيم. المسجد ما طراليه ولو تحرق فيه منه والو سبحان الله العظيم. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعوضنا وعندنا خسائر كثيره خسائر اللي هي كثيره بزاف تجاوزت 200 نعم واكثر ضعنا بزاف. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعوضنا والحمد لله على كل حال. وما نساوش نشكروا رجال الامن ننساو رجال الامن والوقايه المدنيه والقوات المساعده. هاد الناس داروا واحد المجهود اللي هو كبير بزاف من 12 شونس ديال الليل وهما خدامين حتى الخمسه ديال الصباح. وجميع المسؤولين البارح راهم جالسين هنا واقفين على شغلهم. لولا رجال المطافي ورجال الامن لوقعت كارثه. والحمد لله على كل شيء.